أماكن إيواء اللاجئين وهي تحترق، مشاهد باتت مألوفة في ألمانيا، فقد تم تسجيل أكثر من 300 اعتداء على أماكن إيواء اللاجئين في ألمانيا نفذها يمينيون معادون للأجانب، كما في هذه المظاهرة التي جرت قبل أيام في هايدناو. الساسة يشعرون بالقلق، واللجنة البرلمانية الداخلية تعقد اجتماعاً. كل اعتداء هو بمثابة كارثة لا تصيب اللاجئين وحسب، بل صورة بلدنا في الخارج. وهناك من يعتقد أن تنفيذهم لمثل هذه الاعتداءات يعد سلوكا وطنيا، لكن الحقيقة أن هذه التصرفات خرقاء. اجتماع اللجنة البرلمانية يناقش كيفية توزيع اللاجئين، ومن المحتمل أن يدخل 800 ألف لاجئ إلى ألمانيا هذا العام، لكن المدن تواجه صعوبات في العثور على أماكن لإسكانهم، كما أنها غير قادرة على تحمل التكاليف. يجب إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين، يتم حالياً إسكانهم في أماكن مؤقتة. أعضاء اللجنة البرلمانية يرغبون بمواصلة المحادثات للتوصل إلى حل يتضمن توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي، فأعداد اللاجئين في ألمانيا يفوق أعدادهم في بلدان أوروبية أخرى.